مرحبا بكم في لقاء جديد. سنحاول أن نتعرف فيه على كيفية كتابة مطلب للتحليل في مادة الفلسفة، بمعنى أننا إذا اخترنا يوم الامتحان الوطني للاشتغال على صيغة نص للتحليل والمناقشة، فكيف يتأتى لنا تحليل هذا النص؟ لذلك يعني إذن نحن دائما في إطار منهجية التحليل ومناقشة نص فلسفي في إطار مطلب التحليل. مطلب التحليل كما قلنا سابقا أنه يدخل في إطار ما يسمى بالعرض. إذن سنتعرف على كيفية استخراج الأطروحة وكيفية شرحها، ثم بعدها سنتعرف كذلك على كيفية تحديد المفاهيم وتعريفها، بمعنى تحديد أي تعريف المفاهيم، ثم إقامة العلاقة بين هذه المفاهيم، ثم بعدها سنتعرف على كيفية إبراز البنية الحجاجية للنص، بمعنى التعرف على الترائق أو الآليات الحجاجية التي اعتمد صاحب النص من أجل عرض أطروحته، ثم بعدها سنقوم بكتابة نموذج لمطلب للتحليل. طيب، إذن النص هو أمامكم، نفس النص يعني عفوا الذي اشتغلنا عليه في إطار اللقاء السابق اللي حاولنا أننا نصيغه واحد المقدمة لهذا النص. كما قلنا سابقا أن هذا النص يعني هو نص امتحان وطني لسنة 2017 يعني الشعب الأدبية ومسلك بمعنى مسلك الأدب والعلوم الإنسانية. إذا النص هو أمامكم، إذا فاش كيطيح عندنا النص يوم الامتحان الوطني، أول خطوة اللي كندير أشنا هي؟ هو أنني خصني سي أوبليجي أنني خصني نقري النص، يجب أن أقوم بقراءة النص ونقراه بواحد لقراءة فاحصة متأنية، ماشي نقراه بسرعة. وكل قراءة كنقوم بها كتكون وظيفية، بمعنى كتكون عندها واحد الوظيفه ولا واحد الهدف معين، وليس قراءة النص من اجل قراءة النص. علاش؟ لان النص هو كيعتبرنا غرباء ونحن نعتبره غريب، وبالتالي الغريب راه من عادته انه ما كيبوحش لنا بالاسرار تاعو، لكن بعدما احاول ان اربط مع واحد العلاقه وكنتقرب ليه، كيف اتقرب لهذا النص؟ من خلال يعني قراءته مره ثم مرات، بمعنى اكثر من مره، من أجل أن يبوح لي بأفكاره ومفاهيمه وحجاجه ثم أطروحته وإشكاله. مزيان، إذا المطلوب منا أننا في بداية القراءة ديالنا أو في بداية من أنه يطيح لنا النص أننا نقوم بقراءته. إذا نحاولوا نقراوه ونحاولوا من خلال القراءة الأولى أننا نشوفوا اش من إطار فاش كيهضر، اش من موضوع، اش من مجال إشكالي، بمعنى اش من مزوقة، اش من موضوع، اش من مفهوم، ثم اش من إشكال كيعالج، ما أساس هوية الشخص، ما أساس هوية الشخص. إذن يتساءل على الأساس الذي يكون هوية الشخص، وبالتالي فهذا النص كيهضر على ماذا؟ يتحدث عن، بمعنى يتحدث عن أساس هوية الشخص، وهذا هوية الشخص هو محور ولا إشكال لكي يتأثر لموجود ضمن موضوع أو مفهوم أو درس ديال الشخص. مفهوم الشخص، ومفهوم الشخص هو واحد المفهوم الذي يتأثر ضمن أو ينتمي إلى مجزوءة الوضع البشري. إذا ما نسبقوش الأحداث، ما أساس هوية الشخص؟ نحن لا نهتم بالصفات الهامشية أو العابرة للشخص التي قد يستعان بها عادة للتعرف على هوية الشخص في وقت معين، ولكننا سنهتم بكل ما هو ثابت وضروري إثبات تفرده، بحيث إذا انتزعت منه أي صفة من هذه الصفات فإنه لن يظل هو هو. إذا المفترض منكم أنتم فاش كتكونوا كتقراوا خصكم تكملوا النص، عاد من خلال أنكم فاش تتموا هذاك النص القراءة تاعو بإمكانكم آنذاك يبان لكم أشمن موضوع كيعالج. أنا ما غنحاولش نقرا النص كلية باش ما نطولش عليكم. إذا من خلال قراءة لنا النص يتمثل أنه كينتمي لواحد المزوءة اللي سميتها الوضع البشري، ثم واحد المفهوم كيعالج واحد الدرس ولا واحد المفهوم ولا واحد الموضوع اللي هو المتمثل في الشخص، ثم كيعالج لنا إشكال هوية الشخص أو أساس الهوية. مزيان، هذا من جهة. من جهة أخرى خصني نعرف، بمعنى يجب علي أنني نخرج نقسم هذاك النص، نقسمه باش يجيني سهل جدا باش نخرج الأفكار ديالو.
علاش؟ انني الان اخترت واحد الطريقه اللي سميتها يعني الطريقه المنهج الاستقرائي، بمعنى ننتقل من الخاص الى العام، نحاول نخرج هذاك النص، نقوم بالتقسيم تاعو الى فقرات، ثم كل فقره نخرج الفكره ديالها، ومن خلال تلك الافكار اصل الى الاطروحه، من الاطروحه ممكن اصل الى الاشكال، وهكذا دوالك. وكاينه طريقه اخرى اللي هي من قرا النص في العموميه تاعو، نكتشف الموضوع تاعو، نكتشف الاشكال تاعو، ومن خلال ذلك الاشكال اقوم بطرحه، وكنستخرج الجواب تاعو اللي هو الاطروحه، وبعد الاطروحه اقوم بتفسيرها وشرحها من خلال افكار. بمعنى شكون اللي كيتحكم في الطريقه المناسبه باش نخدم على النص؟ هو انا انطلاقا من القدرات تاعي، وكذلك الشروط موضوعيه متعلقه بالطبيعه ديال النص والموضوع تاعو، واش هو كنعتمد فيها الطريقه ولا الطريقه الاخرى. على اي نحن سنعتمد يعني على الطريقه اللي غنتقلوا فيها من الخاص الى العام، نحاولوا نقسموا النص ثم نخرجوا الافكار تاع كل فقره. اذا كيتبين لنا ان هذا النص كيتوزع لثلاثه الفقرات. الفقره الاولى كتبدا من بداية النص ثم إلى هو. الفقرة الثانية من إن أول إجابة تخطر بالبال إلى هي رغم ذلك. ثم الفقرة الثالثة من توحي التأملات إلى آخر النص. طيب مزيان، إذن نحاول الآن نركز الاهتمام تاعي على كل فقره باش نخرج الفكره تاع العامه. مزيان، ما اساس هويه الشخص؟ نحن لا نهتم بالصفات الهامشيه او العابره للشخص التي قد يستعان بها عاده للتعرف على هويه الشخص في وقت معين، ولكننا سنهتم بكل ما هو ثابت وضروري لاثبات تفرده، بحيث اذا انتزعت منه اي صفه من هذه الصفات فانه لن يظل هو. اذا شنو كيدير لينا هنا في هذه الفقره الاولى؟ يتساءل على الاساس اللي كتقوم عليه الهويه ديال الشخص، وقال لنا باللي ما خصناش نهتموا بتلك الصفات العابره، تلك الصفات الهامشه، تلك الهامشيه، تلك المحددات التي تتعرض الى التغيير او الى التغير او الى التبدل من اجل التعرف على هويه الشخص في وقت معين، لكن يجب ان نهتم بما هو ثابت وضروري لاثبات هويه هذا الشخص، بمعنى تفرده، بمعنى لاثبات هويته، بحيث اذا انتزعت من هذه الصفات او صفه من هذه الصفات فانه لن يظل هو، بمعنى ستضيع هويته. اذا شنو الفكره اللي ممكن نخرجوها من هذه الفقره الاولى؟ هي بامكاننا ان نقول تساؤله عن الاساس الذي تقوم عليه هويه الشخص، معتبرا ان الاساس الذي يجب ان تقوم عليه هذه الهويه يجب ان يكون ثابتا وغير قابل للتغير لكي يثبت تفرد الشخص، عوض الاهتمام بالصفات المتغيره والعابره والتي ستضيع معها هويته. بمعنى انني تلك الفكر او الفقره الاولى استخرجت منها فكره باسلوبي الخاص. طيب هاني استخرجت الفقره منها الفكره الاولى، ننتقل للفقره الثانيه. ان اول اجابه تخطر بالبال عند مواجهه سؤال من هذا القبيل هي اننا نعرف انفسنا. اذا اول اجابه فاش كنحاولوا نسولوا ما اساس هويه الشخص، كاينه واحد الاجابه كطيح في الدماغ تاعنا ولا في الاذهان ديالنا فاش كنطرح هذا السؤال من هذا القبيل. شنو هي؟ هي اننا نعرف انفسنا، كنعرف راسنا، بمعنى نثبت هويتنا كما نثبت هويه الاخرين، بمعنى كما نعرف هويه الاخرين اعتمادا على المظهر الخارجي الجسماني الخارجي، بمعنى ان هويه الشخص من السائد بين الناس ان هويه الشخص ولا الانسان كنعرفوا انطلاقا من المظهر الخارجي، من الملامح تاعو الى غير ذلك. فهذه وسيله التعرف على ما يقصد به هويه الشخص. اذا من خلال المظهر الخارجي يمكننا ان نتعرف على محمد، خديجه، فاطمه الزهراء، مريم الى غير ذلك. فتبدو في نظرنا هناء. اذا هنا سيحاول ان يقدم لنا مثال لواحد الفتاه اسمها هناء، غيرت لون شعرها وصبغته باللون الاشقر، وتغير لون جلدها بعد تعرضه للشمس، وراحت ترتدي ازياء اخرى فانها ستظل هي بالرغم من ذلك. اذا كيحاول يقدم لنا واحد المثال ديال واحد البنت اللي سميتها هناء، انها غيرت الشكل تاعها وصبغت اللون ديال شعرها وانها تبرونزات الى غير ذلك وبدلت اللباس تاعها الى انها باقيه هي. اذا شنو من هنا يمكن ان نستخرج الفكره التاليه؟ إذن يعتبر أن السائد، يعتبر صاحب النص في هذه الفقرة أن السائد بين الناس، بمعنى ما هو شائع وما هو معروف بين الناس، أن هو أن محدد هوية الشخص أو الذي يجعل من الشخص هو المظهر
بمعنى المظاهر الجسمانية الخارجية، لكن في نظره فالتغيرات التي تطرأ على المظهر الخارجي للشخص لا تؤدي إلى ضياع هويته. ضاربا في هذا السياق مثال الفتاة هنا. إذن في هذه الفقرة كيحاول يقول لنا باللي ما هو سائد بين الناس هو أنهم كيعرفوا هوية الشخص ولا كيعرفوا الأشخاص انطلاقا من المظهر الخارجي، لكن هذه المظاهر الخارجية فهي متعرضة تتعرض إلى التغير، لكن بالرغم من تعرضها إلى التغير إلى أنها ما كتأثرش على الهوية، على الهوية ديال الشخص. وبالتالي كيحاول يعطينا واحد المثال ديال الفتاة هنا. مزيان، إذا خرجنا الفكرة الثانية غنمشيو ونخرجوا الفكرة الثالثة. توحي التأملات من هذا القبيل بأن هوية الشخص لا ترجع إلى أي مظاهر جسمية على الإطلاق. إذا هو عطى لنا واحد التصور لسائد بين الناس لمفاده أن الشخص كنعرفوه انطلاقا من المظهر الخارجي وانطلاقا من الجسد أو الجسم. هنا غيجي توحي التأملات من هذا القبيل بأن هوية الشخص لا ترجع إلى أي مظاهر جسمية على الإطلاق. إذا كيحاول ينتقد لنا ولا يضحط لنا هذا التصور اللي كيحدد ولا كيربط لنا الهوية بالجسد. فإذا تصادف أن فقد الشخص إحدى قدميه أو عينيه في حادثة مريع فإن هوية هذا الشخص لن يعتريها أي نقص. كيعطينا كيقول لنا ودي راه فاش واحد الشخص كيتعرض لواحد الأكسيدون وكيتقرضوا ليه يديه ولا كيفقد العينيه ولا كيتشوه في واحد الحادث معين فإنه راه الهوية تاعو ما كتبقاش. وبالتالي هنا كنستافدوا ولا كنفهموا باللي أن الهوية ما عندها ترتيبات بالجسد. فالتفرد يرجع بمعنى الهوية، فاش كنقولوا التفرد ما يجعل الشخص يتفرد ويتميز عن الآخرين. فالتفرد يرجع إلى شيء داخلي. هنا كيحاول يقدم لنا الجواب ديالو. في الأول كيعرض لنا واحد التصور وحاول ينتقده، والآن غيحاول يعرض لنا التصور تاعو الخاص. إذن فالتفرد يرجع إلى شيء داخلي، إذا هنا كيعطي الموقف ديالو. فالتفرد بمعنى الهوية ترجع إلى شيء داخلي أكثر منه إلى شيء خارجي، ما كترجع للجسد. لذلك هذا الشيء الداخلي هو الذاكرة للذاكرة ولقدرته على التفكير. إذا هنا صاحب النص كيحاول يحدد لنا ويربط لنا الهوية بعنصر داخلي. هذا العنصر الداخلي متمثل في ماذا؟ متمثل في الذاكرة، ومتمثل كذلك في القدرة ديال الإنسان على التفكير أو قدرة الشخص على التفكير. قد يتسبب في حدود تبدل في الهوية، وبالتالي أي تبدل في الذاكرة وفقدان للذاكرة أو توقف أو فقدان لقدرة الإنسان على التفكير أو توقفه أو انقطاعه على التفكير سيؤدي بطريقة مباشرة إلى حدود تبدل في الهوية. وبالتالي فالهوية هي رهينة بماذا؟ بكل من الذاكرة والتفكير. إذن على نحو لا يظهر في حالة فقدان عضو من الأعضاء الجسم. وبعبارة أخرى فإن أي تغير عقلي كبير بالمقارنة مع كل تغير جسمي كبير يمكن بسهولة إدراكه بوصفه تغيرا أو تغييرا في الهوية. إذن شنو هي الفكرة الثالثة اللي ممكن نخرجوا من هنايا؟ إذن لا يمكن في نظر صاحب النص هذه الفقرة كيقول لنا لا يمكن تأسيس الهوية على الجسم، لأن أي تغير على مستوى المظاهر الجسمية للشخص كما هو الشأن بالنسبة لفقدان واحد العضو من أعضاء الجسم في حادثة معينة كالعينين أو القدمين إلى غير ذلك أو إلى آخره لا يؤدي إلى ضياع هويته. وعلى خلاف ذلك فإن أي فقدان في الذاكرة أو القدرة على التفكير ينعكس بالسلب على هوية الشخص. إذن هذه الفكرة الخاصة بالفقرة الثالثة. مزيان، احنا خرجنا الافكار، شنو غنديرو؟ غننتقلو باش نخرجوا الاشكال. شنو هو الاشكال؟ هو ان صاحب النص كاين واحد السؤال كيحاول يجاوب عليه في النص تاعو، وهذا السؤال راه طرحه هو بطريقه علنيه اللي بدا به النص تاعو. مزيان، نحاولوا نخرجوا. صاحب النص شنو هو الاشكال اللي كيحاول يجاوب عليه؟ شنو السؤال اللي كيحاول يجاوب عليه صاحب النص في هذا النص تاعو؟ ما اساس هويه الشخص؟ إذن الإشكال ديالنا هو ما أساس هوية الشخص. مزيان، هو غنطرحه إشكال النص، ما أساس هوية الشخص؟ هذا هو الإشكال الكبير. مزيان، نزيد باش نكملوا ونتمموا هذا الإشكال. فاش كيجي في النص كيهضر لنا على ما هو خارجي متعلق بالجسد وما هو داخلي متعلق بالفكر والذاكرة. إذن فاش كنطرحوا له السؤال كنقول ما أساس هوية الشخص؟ هل هذه الهوية تقوم من خلال ما هو خارجي مرتبط بالجسد؟ أم بمعنى تفيد المفارقة، تفيد تقابل؟ أم
من خلال عنصر داخلي مرتبط بالفكر والذاكرة. علاش كنديروا ما هو خارجي كنشيروا لما هو خارجي مرتبط بالجسد وكنشيروا لما هو داخلي مرتبط بالفكر؟ لأن صاحب النص في البداية تاعو شار لنا قال لنا أنه من السائد الناس العامة من الناس يعتقدون أن الهوية تاع الشخص كتقوم على ما هو جسدي مرتبط بالمظاهر الجسمانية الخارجية، لذلك خصنا نشيروا لهذا ما هو خارجي مرتبط بالجسد. ومن جهة أخرى غيجي وغيعاود يعطينا التصور تاعو، أم من خلال عنصر داخلي مرتبط بالفكر والذاكرة. ثم غنطرحوا إشكال آخر أو سؤال آخر، وهل هوية الشخص ثابتة أم متغيرة؟ لأن صاحب النص هنا راه كيحاول يقول لنا في البداية ديال النص، نحن لا نهتم بالصفات الهامشية أو العابرة للشخص الذي قد يستعان بها عادة للتعرف على هوية الشخص في وقت معين، ولكننا سنهتم بما هو ثابت وضر لإثبات تفرده. وبالتالي هنا راكين واحد الجواب على أن هل هوية الشخص هي ثابتة أم متغيرة، وصاحب النص كيقول باللي هي ثابتة وليست متغيرة. إذا هذا هو الإشكال ديالنا. مزيان، احنا سلينا الإشكال تاعنا، من خلال هذا الإشكال راه صاحب النص قدم الجواب، وبالتالي هذوك الأسئلة اللي طرح صاحب النص الإشكال ولا اللي طرحنا احنا في الاشكال، راه الا رجعنا النص غنلقاو اجوبه تاعهم، وهذاك الاجوبه ديالهم هو الموقف ديال صاحب النص. مزيان، نحاولوا نكتشفوا الموقف ديال صاحب النص، اللي الموقف تاع صاحب النص كنقصدوا به الاطروحه ديال هذا النص. مزيان، اذا يعتبر صاحب النص، شوفوا معي الاشكال، كنحاولوا نبدلوا ما هو تقريري، ما اساس هويه الشخص. يعتبر صاحب النص ان اساس هويه الشخص يعود، مزيان لاش كيعود؟ هاني غنجاوب على السؤال الثاني، هل تقوم من خلال ما هو خارجي مرتبط بالجسد ام من خلال عنصر داخلي مرتبط بالفكر والذاكره؟ يعتبر صاحب النص ان اساس هويه الشخص بمعنى الاساس يعود الى ما هو داخلي متمثل في الذاكره والقدره على التفكير، وليس الى المظهر الخارجي المرتبط بالجسد. اذا هذا هو الموقف، هذا هو راي صاحب النص تجاه هذا الاشكال المطروح. مزيان، حنايا خرجنا هذه الاطروحه، هذه الاطروحه شنو خصنا؟ راه تبنات على مفاهيم، وحنايا في اطار التحليل سنحتاج الى مفاهيم، لاننا باش نكتب واحد التحليل شنو المنهجيه، شنو كتطلب منا في التحليل؟ خصنا نديروا الاطروحه اولا، نستخرج الاطروحه ونشرحوها انطلاقا من افكار او مفاهيم، بمعنى بطريقه مضامينيه، بمعنى انطلاقا من الافكار. مزيان، اختارينا نحن الافكار، شنو غنديروا في مرتبه ثانيه؟ غنخرجوا المفاهيم ونشرحوهم حسب سياق النص، نبرزوا العلاقات بيناتهم. ثم ثالثا خصنا نخرجوا البنيه الحجاجيه ديال النص، ثم عاد نتلو التحليل تاعنا بواحد الاستنتاج. اذا هاد العناصر الان نشتغلوا عليها في ورقه المسوده في الوساخ، خصنا نخرجوا هاد العناصر الاساسيه ما يسمى بالماده الخام. اذا حنا خرجنا الاشكال، خرجنا الافكار، خرجنا الاطروحه، الان غادي نخرجوا المفاهيم. الا شفتوا معايا عندنا جوج الامكانات، اما نرجعوا للاطروحه ونخرجوا المفاهيم نكتشفوهم، ولا نرجعوا النص ونستخرجوا المفاهيم ونكتشفوهم. طيب، نحاولوا نرجعوا النص، الا رجعنا النص كنلقاو انه كيتبنى على شي مفاهيم اساسيه، ها هي: ها مفهوم الهويه، ها مفهوم الشخص، ها مفهوم المظهر الجسماني الخارجي. وفاش كنقولوا المظهر الجسماني الخارجي كنقصدوا به الجسد. ثم كاين مفهوم، ها هو الجسم او الجسد نسبة إلى المظهر الجسماني الخارجي. ثم كاين مفهوم الذاكرة، ثم كاين مفهوم الفكر أو مفهوم التفكير. هي خمسة المفاهيم، إلا درنا أربعة لا بأس، إلا اخترنا أننا نخرجهم من الأطروحة راه كاينين في الأطروحة، كاين هاد الأطروحة تبنات على أساس شي مفاهيم أساسية ما يمكنش نديروها بدونها. إذا عندنا مفهوم الهوية، عندنا مفهوم الشخص كذلك خصنا نعرفوه، خصنا كذلك مفهوم الذاكرة، خصنا كذلك مفهوم التفكير، ثم خصنا كذلك نفهم المظهر الخارجي المتمثل في الجسد. هي خمسه ديال المفاهيم خصنا نعرفوها. اجيو معايا غنحاولوا نعرفوها. نعرفوا المفهوم الاول المتمثل في ماذا؟ في الهويه. شنو هي الهويه؟ شنو هي الهويه؟ الهويه كنحاول نشوف انا شنو كنعرف الهويه، وكنحاول نشرحها انطلاقا من واحد الباجاج عندي، لكن كنربطو بالسياق ديال النص. الهويه هي مطابقه الذات مع ذاتها، اي ما يجعل الشخص هو هو بالرغم من التغيرات التي تلحقه على مستوى المظهر الجسماني. اذا الى رجعت النص، انا ديجا كنعرف ان الهويه شنو هي. هي ما يجعل الذات وما يجعل الشخص مطابقا مع ذاته، بمعنى هي مطابقه الذات مع ذاتها فاصله. بمعنى اخر كنجي النص كنلقى هنا راه حسب سياق النص
الهوية المقصود به هي ما يجعل هذا الشخص هو هو بالرغم من تلك التغيرات التي تلحقه أو تطرأ له على مستوى المظهر الجسماني. إذا ما جد هذا المظهر الجسماني رجته من سياق النص، بمعنى عرفت هذا المفهوم الهوية انطلاقا من سياق النص. فاصلة، هذه الهوية حسب صاحب النص على ماذا تقوم؟ هاني غنجيبها من النص، والتي تقوم على أساس الذاكرة والقدرة على التفكير، لأن صاحب النص كيقول لنا بالهوية تقوم على أساس الذاكرة والقدرة على التفكير وليس على الجسد. مزيان، عدني المفهوم الثاني اللي هو الشخص. الشخص هو ذات عاقلة مفكرة، هذه كنعرفوها احنا ديجا. مزيان، ولكن خصني نكيف هذا التعريف تاع الشخص هو ذات عاقلة مفكرة انطلاقا من سياق النص. ولها هوية، هذا الشخص هي ذات عاقلة مفكرة وكتميز بهوية، وهذه الهوية تجعلها تنفرد عن الآخرين. إذا هاني حاولت نعرف هذا المفهوم انطلاقا من سياق النص. باقي لي الجسد. شو الجسد؟ الجسد هو ركين تعريف تاعو حسب سياق النص، نخرج ليه واحد التعريف. يقصد به المظهر الخارجي للشخص. إذا فاش كنقولوا الجسد حسب النص، راه كنقصدوا به واحد المظهر الخارجي للشخص والقابل للفقدان. هذا المظهر الشخص، المظهر الخارجي للشخص راه هو قابل للفقدان والتغير والتبدل. هاني غير من سياق النص حاولت نفهم ونخرج هذا التعريف. والذي لا يؤثر في هوية الشخص. إذا فاش كيتغير هذا المظهر الخارجي راه ما كيأثر لا بالإيجاب لا بالسلب على هوية الشخص. مزيان، حسب بطبيعة الحال سياق النص. الذاكرة، شناهي الذاكرة؟ أنا كنعرف شناهي الذاكرة، هي واحد الخزان ديال الأفكار عند الإنسان والذي يربط الأحداث الماضية بالحاضرة والمستقبلية. مزيان، انا هذا التعريف راه جبتو انطلاقا من الباجاج تاعي، لكن راه مناسب للسياق ديال النص. شنو هي الذاكره؟ واحد الخزان اللي كيخزنوا فيه الافكار ديالنا ولا الافكار ديال الشخص، اللي كيربط لينا شي احداث عشناهم ديجا في الماضي وكيربطها لينا بالحاضر وغيربطهم لينا بالمستقبل. مزيان، فاصله، والذي يضمن هويه الشخص، لان حسب سياق النص راه الذاكره هي محدد من محددات الهويه ديال الشخص. داكشي علاش جبت هاد التعريف ودرتو ليها. مزيان، الان الفكر. شنو الفكر؟ هو واحد الميزه كتميز الانسان على باقي الكائنات. فاصله، هاني غنكيفو حسب سياق النص، وهذا الفكره كيعتبره صاحب النص هو كذلك محدد يحدد هويه الشخص، وهو وتجعله هاد الميزه تجعله هو هو بالرغم من التغيرات التي تطرأ على جسده. هاني شفتوا معايا كيفاش درت هذا التعريف للفكر انطلاقا من سياق النص. مزيان، شنو باقي لي؟ باقي لي العلاقه بالمفاهيم. اذا العلاقه بالمفاهيم كنقول وتبرز العلاقه بالمفاهيم او العلاقه بين المفاهيم هي علاقه تكامل وتلازم. تكامل وتلازم، من برزت هذه العلاقه ديال التكامل والتلازم انطلاقا من حسب سياق النص تبين لي بلي العلاقه بين هذه المفاهيم هي التكامل والتلازم. كيف ذلك؟ نقطه فاصله باش نشرحها. وتظهر هذه العلاقة وهذه الطبيعة ديال العلاقة من خلال أن هوية الشخص ترتبط بكل من الذاكرة والقدرة على التفكير وليس من خلال الجسد. بمعنى أن كي نحافظ على هوية الشخص يلزمنا كل من التفكير ويلزمنا كذلك الذاكرة وليس الجسد. اتفقنا؟ هنا تبرز لنا العلاقة ما بين المفاهيم. وإلا شفتوا معايا العلاقة بالمفاهيم راه فيها مفهوم الهوية ومفهوم الشخص ومفهوم الذاكرة ومفهوم التفكير وكذلك مفهوم الجسد. مزيان، هاني ساليت أنايا هاد المفاهيم، أشنو خصني؟ يلزمني الآن الآليات الحجاجية. شنو هي الآليات الحجاجية؟ بمعنى تلك الطريقة اللي اعتمدها صاحب النص باش يقنعنا بالأفكار تاعو ولا بالأطروحة ديالو. مزيان، غنجيو النص هنايا دائما على مستوى المسودة الوساخ باش نحددوا الحجاج. اذا في البدايه كيتضح لينا ماذا؟ كيتضح لينا كطريقه، اذا دائما في الاليه الحجاجيه كيتضح لينا ان صاحب النص تساءل منذ البدايه على اساس هويه الشخص، تساءل على الاساس. اذا هنا استعمل واحد الاسلوب ولا واحد الاليه حجاجيه سميتها السؤال ولا سميتها الاستفهام. فاش كندير الاليه الحجاجيه الله يرضي عليكم خصني نذكر ثلاثه ديال الاركان، نذكر الاسم ديال الاليه ونذكر الوظيفه ديالها في النص ونجيب واحد المؤشر اللي هو دليل من داخل النص باش ناكد لصاحب النص المصحح تاعي ولا الاستاذ اللي كيصحح باللي راه صاحب النص فعلا استعمل هذه الاليه. اذا قلنا ان صاحب النص استعمل اليه السؤال او اليه الاستفهام. مزيان، كنقول فاش كنقول الاستفهام ولا السؤال تساءل عن ماذا؟
تساءل عن أساس هوية الشخص. إذن استعمل لنا آلية السؤال ولا أسلوب السؤال وتسأل لنا على أساس هوية الشخص. مزيان، إلا طلبت منكم المؤشر داخل النص اللي كيدل على أن فعلا صاحب النص، باش عرفتوا أنتم صاحب النص أنه اعتمد هذه الآلية الحجاجية، خصكم ضروري تجيبوا شي مؤشر من داخل النص. ها هو المؤشر، ما أساس هوية الشخص؟ ها هو كندير لي بحال هكذا. إذا السؤال نقطتين، تساؤله نسبة لصاحب النص عن أساس هوية الشخص. مزيان، هذوك بين مزوجتين كنجيب شي مؤشر ولا شي حاجة كتدل من داخل النص على أنه فعلا استعمل السؤال، هاي ما أساس هوية الشخص إلى آخره، وكندير وكنغلق المزدوجتين. مزيان، إلا شفتوا معايا كذلك صاحب النص، راه فاش جا في الفقرة الثانية إن أول إجابة تخطر بالبال، فجاء هنايا فتبدو في نظرنا هنا غيرت لون شعرها، هنا قد قدم لنا مثالا، قدم لنا واحد المثال باش يبين لنا على ماذا، على ان تغير المظهر الجسماني الخارجي او الجسدي للشخص لا يؤثر بالسلب او بالايجاب على تغير الهويه الشخصيه للشخص. اذا هنا اعتمد كذلك حجه المثال باش يقنعنا، جاب لنا مثال، ها هو المثال في كيبرز لينا، فتبدو في نظرنا هناء غيرت لون شعرها وصبغته، عفوا وغيرته. إذن هنا كيتبين لنا أنه استعمل حجة المثال، حجة المثال، ها هي أعطى مثال ديال هناء. مزيان، لذلك ممكن نكتبوا المثال، تقديمه مثال هناء ليبين أن تغير المظهر الخارجي للشخص لا يؤثر على هويته. هل مؤشر؟ إذا شنو درت الاسم ديال الآلية؟ درت الاسم ديال الآلية، ثم درت هنايا الوظيفة ديالها، بمعنى أنه كنقول قدم مثال علاش، ثم كندير المؤشر، فتبدو في نظرنا هنا أن غيرت كذا وكذا، بمعنى كنجيب واحد الدليل من داخل النص. ما علينا، شنو خصنا آلية أخرى. شنو دار صاحب النص في البداية؟ هو تسأل على الأساس ديال الهوية ديال الشخص، وجا في الفقرة الثانية إلى رجعتوا الأفكار اللي خرجنا، شنو دار؟ حاول يعرض لنا واحد التصور سائد بين الناس، ما يعتقده العامة من الناس، هو أن الهوية راه الشخص محمد كنعرفوه انطلاقا من الجسد تاعو، كيفاش كيلبس اللون ديال عويناتو إلى غير ذلك. إذا هنا تساءل لنا، ثم جاء وعرض لنا واحد التصور، واحد الموقف، ثم شنو غيجي وغيدير؟ غيدير لنا ما يسمى بالنقد ديال هاد التصور، ديال هاد الموقف، غينتقدوا لنا لأنه ما عندوش شي علاقة بالهوية ديال الشخص، وبالتالي فاش غينتقدوا غيحاول يجيب لنا واحد الموقف ديالو الشخصي اللي غيتبين لنا انطلاقا من الفقرة الثالثة. توحي التأملات من هذا القبيل بأن هوية الشخص لا ترجع إلى أي مظاهر جسمية على الإطلاق. إذا هنا شنو غيدير لنا؟ عرض لنا واحد التصور وغيجي غينتقدوا. هاد الطريقة اللي دارها صاحب النص تسمى الضحض أو تسمى النقد. إذا غنديروا ما يسمى بآلية الضحض، ضحضه للتصور السائد الذي يربط الهوية بالمظهر الخارجي، ليأتي بموقفه الشخصي، خصني شي هنايا، الذي مفاده أن أساس هوية الشخص هو الذاكر والفكر. هاني جبت لكم الدليل من النص، إن أول إجابة تخطر بالبال، هنايا كيعرض لنا الموقف السائد بين الناس، فتبدو في نظرنا. مزيان، هنا غيجيب لنا الموقف، توحي التأملات. إذا فاش قال فتبدو في نظرنا، فهو عمل على نقد ونفي وضحض هذا الموقف ديال صاحب ديال الناس، ثم غيجيب لنا الموقف البديل ديالو، توحي التأملات من هذا القبيل بأنه أن هوية الشخص لا ترجع إلى كذا وكذا، فالتفرد يرجع إلى شيء داخلي. إذا هنا يتبين لنا صاحب النص أنه اعتمد على آلية الضحك. كذلك كاين آلية أخرى أو أسلوب آخر المتمثل في المقارنة. إذا إلا درنا اكتفينا حنا بهالثلاثة ديال الأساليب ولا الآليات الحجاجية، فداك هذا كافي. مزيان، ها حنا خرجنا الأفكار، خرجنا الأطروحة، خرجنا الإشكال، خرجنا الآلية الحجاجية، خرجنا المفاهيم والعلاقة بيناتهم. ها هو هنايا درناهم على مستوى الوسخ، على مستوى الورقة ديال المسودة، وهنا جبت لكم هذاك واحد الجدول
بمعنى ان هذاك الحجاج الاليات الحجاجيه ديرهم في الجدول باش يجيكم ساهلين، بمعنى كدير الاليه الاسم ديالها السؤال ثم كدير الوظيفه تساؤل عن اساس هويه الشخص ثم المؤشر الدال عليها، غير باش نسهل عليكم الامور. يا مزيان احنا جبنا المعطيات الخام، جبنا المعطيات الخام، شنو خصنا دابا؟ خصنا ننتقلوا للورقه ديال التحرير باش نكتبوا. مزيان غننتقلوا للورقه ديال التحرير باش نعرفوا كيفاش نجرؤوا. باش نكتبوا مزيان، اذا النموذج التطبيقي حنا ديجا في اللقاء السابق كتبنا واحد المقدمه، اختارنا واحد المقدمه مناسبه باش نكتبوا بها، هي قدامكم اللي هي مقدمه تقوم على الانتقال من العامي الى الخاص، بمعنى انتقلنا من التعريف ديال الوضع البشري كمزوقه ثم الموضوع ديال الشخص ثم انتقلنا لابراز الاشكال ثم التساؤلات. مزيان، غير الله يرضي عليكم في هذوك التساؤلات ولا في هذاك الاشكالات اللي كنطرحوا راه كنبداو بدوك الاشكالات ديال الماهيه. مثلا صاحب النص كيهضر لينا على الشخص وكيهضر لنا على الهويه، راه خصني نبدا بما الشخص وما الهويه، لاننا غنجي في التحليل وغندير التعريف ديال هذوك الهويه وديال الشخص، ثم عاد كنجي نطرح التساؤل او الاشكال، ما اساس هويه الشخص؟ هل تقوم على تقوم من خلال ما هو خارجي مرتبط بالجسد ام من خلال عنصر داخلي مرتبط بالفكر والذاكره؟ اذا هاد الاشكالات مين كنجيبهم؟ راه الاغلبيه ديالهم كنجيب الاشكال ديال المحور، كنعرفوا المهيكل الاشكال ديال المحور، ثم كنجيب اشكال الخاص بالنص. اذا الاغلبيه ديال الاشكالات استخرجها من خلال النص، الى رجعتوا للورقه ديال الوسخ اللي هي المسوده راه خرجتها بصحبتكم. وهل يمكن اعتبار الفكر وحده الكفيل بتحديد هويه الشخص ام ان هناك محددات اخرى؟ وهل هويه الشخص ثابته ام متغيره؟ مزيان، حنا درنا المقدمه ديالنا، الان غننتقلوا نشوفوا كيفاش كنكتبوا التحليل. اذا كما قلت سابقا في التحليل فاش كان بنكتب خصني ضروري نبدا بالاطروحه، راه ما كندير والو غير هذيك الاطروحه اللي كتبت في الوسخ، كنجي كندير لها العباره ديال الربط، كنربط كندير شي عبارات مناسبه، ها هي واحد العباره مناسبه كنسطر عليها كنديرها باللون الاسود الداكن وكنسطر عليها، عوض نكتب هذيك الاطروحه اللي درت في الوسخ بطريقه مباشره كنبدا بواحد العباره في التحليل. هاني كتبت المقدمه انتقلت للمطلب ديال التحليل، غنقول يتبنى صاحب النص اطروحه مضمونها او يعتبر صاحب النص ان كذا وكذا، ولا يتضمن النص اطروحه مضمونها ولا مفادها ولا مؤداها ان كذا وكذا. وكنجي كنكتب هذيك الاطروحه ان اساس هويه الشخص يعود الى ما هو داخلي متمثل في الذاكره والقدره على التفكير وليس الى المظهر الخارجي المرتبط بالجسد. اذا هذيك الاطروحه داكشي اللي حطيت في الوسخ كنجيبو هنا وكنربط بينه بطرق ولا بشي اساليب ولا بشي عبارات ديال الربط. مزيان، هاني درت الاطروحه، شنو خصني دابا في المطلب ديال التحليل؟ ندير الشرح ديالها من خلال الافكار، تلك الافكار اللي خرجت كنجيب فكره بفكره وكنربط بيناتها، ها هي، ها الفكره الاولى. ويستهل نصه بتساؤله، اذا الى رجعتوا معايا الفكره هي جبتها ودرت ليها واحد العباره ديال الربط باش نخلق واحد النوع من الترابط واحد النوع من الانسجام ما بين المكونات ديال هذاك التحليل. ويستهل نصه بتساؤله، اذا درت ضفت ليها ويستهل نصه بتساؤله وكنكمل. هاني درت الفكره الاولى، غنجيب الفكره الثانيه. لان السائد بين الناس، ها هي لان درت هاد لان باش نربط ما بين الافكار. لكن اللي بغيت نشير ليه لرضي عليكم راه ماشي كديروا الاطروحه وكتنزعوا تنزلوا السطر عاد كديروا الفكره الاولى عاد كتنزلوا السطر باش ديروا الفكره الثانيه. انا هنايا جزئت لكم وانتقل لكم من الفكره لفكره باش غير نشرح لكم باش نبين لكم، لكن نتوما راه من المفترض انكم هذوك الافكار تربطوا بيناتهم، ديروا بمعنى ديروا فكره زائد فكره زائد فكره يكون داكشي منسجم ومترابط، غتشوفوا كيفاش غنديروا ليه. مزيان، هالفكرة الثالثة، لذلك لا يمكن تأسيس الهوية على الجسم لأن أي تغير على مستوى المظاهر الجسمية للشخص كما هو الشأن بالنسبة، بمعنى الفكرة الثالثة هي جبتها ثالثا. إذا هذا الشيء اللي درت شنو سميتو؟ سميتو الأطروحة وشرحوها، الأطروحة هي أولا ثم جيت كنشرح انطلاقا من الأفكار. مزيان، أشنو بقى لي دابا؟ بقى لي فاش كندير الأطروحة والشرح ديالها كيخصني نجيب المفاهيم. هل مفاهيم باش نجيبها خصني ضروري ندير واحد العباره ديال باش نربط، ها هي سطرت عليها ودرتها بلون داكن. ومن اجل عرض اطروحتي اعتمد صاحب النص مجموعه من المفاهيم من اهمها الهويه، الله يرضي عليكم هذوك المفاهيم ديرهم بلون مغاير، وهي مطابقه الذات مع ذاتها. هاني درت تعريف، جيت هنا نقطه، هو الشخص بمعنى درت المفهوم الثاني بلون مغاير وعرفته، راه عندي التعريف الوسخ، ثم المفهوم الثالث فضلا عن الذاكره عرفته، ثم اخيرا فهم الفكر
عرفته بمعنى ربطت هذوك الروابط كنديرهم لك بلون داكن بالاسود، عرفته سالي التعريف ديال المفاهيم خصني ندير العلاقه بينها. ها هي العلاقه كذلك درتها لكم بلون داكن مزيان، هاني ساليت المفاهيم ديالي غتشوفوا كي غيجي. هذا يعني كما قلنا في اطار تحديد المفاهيم زائد العلاقه بينها. شوفوا معايا كيف غيجي الان، انا فقط فرقت لكم هذوك العناصر باش نشرح لكم. الان غتشوفوا كيفاش غيجي العمل تاعنا. شفتيه؟ شفتوه يعني الان كيدير، ما مفرقش وانما بمعنى متداخل مترابط. مزيان، هاني درت الاطروحه، شرحتها، درت المفاهيم، درت العلاقات بيناتهم. شنو بقى لي في التحليل؟ بقى لي الحجاج. غننتقل باش ندير الحجاج تاعي او الاليات الحجاجيه. هل اليات الحجاجيه تاعي ها هو كندير، كنبدا بواحد العباره باش نربط، بس كنربط السابق باللاحق. وللدفاع عن موقفه استند صاحب النص على بنية حجاجية تتكون من أسلوب. هاني كنجيب الأساليب، كنجيب الأسلوب الأول، أسلوب السؤال، يتساءل عن أساس هوية الشخص. مزيان، بين مزدوجتين المؤشر نقطة وحجته، هذاك هو ربط وحجة المثال، وذلك من خلال تقديمه لمثال. مزيان، هاني ساليتو، هاني جبت المؤشر، هو عندكم تما نقطة، ثم آلية، هذاك ثم ربط بها، ثم آلية الضحض، الضحضة، هاني ربط إلى غير ذلك. هاني الحجاج ساليتو، ها هو الآليات الحجاجية. شنو بقى لي في الأخير ديال التحليل؟ باقي لي واحد الاستنتاج مرفق بسؤال أو ما يسمى بأسئلة النقلة، باش نربط واحد الانسجام ما بين التحليل والمناقشة. ها هو الاستنتاج. نستنتج من تحليلنا أو من خلال تحليلنا للنص أن هوية الشخص تقوم على أساس داخلي يتمثل في كل من الذاكرة والتفكير. إذا في الأخر فاش كنسالي هذوك العناصر، قبل ما نسالي التحليل تاعي كندير واحد الاستنتاج في الأخر باش نربط السابق باللاحق. ها هو أمامكم نموذج بطبيعة الحال فاصلة، ومن هنا يمكن أن نتساءل عن قيمة هذا الطرح. أني أنا في إطار المناقشة مطلوب مني باش نبرز القيمة ونبرز ما يسمى بالحدود. لذلك هنايا في الأخر ديال الاستنتاج كنطرح شي أسئلة ديال القيمة وديال الحدود باش نربط واحد النوع من الانسجام وواحد النوع من الترابط ما بين هذاك مطلب التحليل ومطلب المناقشة. لذلك غنقول يمكن أن نتساءل، ومن هنا يمكن أن نتساءل عن قيمة هذا الطرح، بمعنى ما هي قيمة، أين تبرز أهمية وقيمة أطروحة صاحب النص، وهل يمكن الاكتفاء بها كحل نهائي للإشكال المطروح. فاش كنطرحوا هذا السؤال تاع وهل يمكن الاكتفاء بها، بمعنى إيحاء إلى ماذا؟ إيحاء إلى حدود هذه الأطروحة. إذا نكون الآن قد أنهينا مطلب التحليل. ألقاكم في فرصة قادمة إن شاء الله بغية التعرف على كيفية تحرير أو بمعنى مناقشة نص فلسفي. إذن دمتم محبين الحكمة.